يسرني في افتتاح هذا المنتدى أن أحيل الكلمة إلى معالي السيد وزير الحوكمة ومكافحة الفساد السيد عبد الرحمن الأدهم فليتفضل مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سيد مدير ثابت السفير الممثل برنامج الأمم المتحدة المقيم بتونس، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. أرحب بكم جميعا وأعبر لكم عن سعادتي لافتتاح هذا الملتقى الدولي حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعزيز التآزر. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس على تنظيم هذا الملتقى ولأثمن الدور الذي منفك يقوم به لدعم الحوكمة ومكافحة الفساد في تونس خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي. كما لا يفوتني أن أعبر عن شكري إلى كل من ساهم في تنظيم ونجاح هذه التظاهرة. إن موضوع الملتقى يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى المرحلة الحساسة التي تمر بها تونس والتي تتطلب إرادة قوية وعامة من جميع الأطراف من أجل الخروج من واقع الفساد الذي استفحل في البلاد وإيجاد الآليات الكفيلة للوقاية منه. ومن أسباب استفحال الفساد في السابق هو غياب إرادة سياسية واضحة في إدراج مقاومة الفساد ضمن برامج التنمية، أو بالأحرى سياسة ممنهجة لإرساء منظومة الفساد تحت غطاء القانون والحكم الاستبدادي. وانعكس كذلك هذا الوضع على عدة مستويات، أبرزها عدم تطابق الإطار التشريعي لمكافحة الفساد مع المعايير الدولية وضعف الشفافية في هذا المجال. لذلك عندما تم أحداث إدارة الحوكمة ومقاومة الفساد وجدنا واقعا تعيسا لهذا المجال، حاولنا تغييره بقدر المستطاع مستلهمين قوتنا من مبادئ الثورة. وطرحنا على أنفسنا بعض الأسئلة. أولها: ما هو الواقع الذي وجدته وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد؟ وجدنا إدارة تعمل بكل ما في وسعها للديمومة والتواصل، ولكن وجدنا استفحال الفساد في مستويات عديدة في مؤسسات الدولة والمجتمع، ولمس تقريبا كل القطاعات وأغلب مفصلات الدولة. فساد كبير ومنظم يتسبب بشكل كبير في نزيف لموارد الدولة، تهرب جبائي، تهريب أموال، صفقات عمومية مشبوهة، تبييض أموال، استيلاء على عقارات الدولة ومؤسساتها، تبذير المال العام، سوق موازية، وعديد من المشاكل الأخرى. فساد صغير استشرى بين المواطن والعون العمومي في مختلف المرافق العمومية، وانتشار ظاهرة المحسوبية والمحبات والوساطة والرشوة والتحيل. عدم وضوح الأدوار للجهات الحكومية، تعدد هيئات الرقابة وضعف محدودياتها وإمكانياتها من انعدام التنسيق بين الجهات الحكومية وتضارب أدوارها أحيانا. انعدام الشفافية صلب الهيئات العمومية واهتراء المنظومات الإدارية والمالية. عدم وجود هيئة قوية مستقلة متخصصة في مكافحة الفساد تستجيب للمعايير الدولية. عدم وجود متخصصين في مكافحة الفساد قادرين على تفكيك الجرائم الاقتصادية المعقدة. قضاء ما زال يبحث عن استقلاليته ويحتاج إلى جهد ووقت لحوكمته. حداثة مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بمكافحة الفساد والتي ما زالت في مرحلة التدرب وبناء الذات. إعلام حديث التحرر ما زال يبحث عن الاحترافية ومقاييس الموضوعية والحياد من أجل لعب دور كامل مع غياب تقاليد الصحافة الاستقصائية. تسيب وانفلات لدى المواطن والعون العمومي في الالتزام بالقانون والانضباط الوظيفي. ضعف في إنفاذ القانون وإعماله. عدم وجود وعي جماعي بمكافحة الفساد وغرس قيم النزاهة، وغياب رؤية وطنية استراتيجية وسياسات لمكافحة الفساد. السؤال الثاني: ما هو الهدف الرئيسي الذي وضعته وزارة الحوكمة كبوصلة لعملها؟
الهدف هو تحقيق مجتمع ديمقراطي يعيش في دولة قانون ذات مؤسسات مبنية طبق المعايير الدولية من حيث الشفافية والنزاهة والمسؤولية والحوكمة الرشيدة. مواطن واعي ومجتمع مدني مشارك فاعل ونشط. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي كان لابد من وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يشترك فيها الجميع ليلتزم الجميع بتنفيذها. السؤال الثالث، إذا ماذا فعلنا؟ في مارس 2012 تم تنظيم ورشة عمل كبيرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شارك فيها كل الأطراف للإجابة عن سؤال كيف نقاوم الفساد. انبثقت عنه وعن هذه الورشة جملة من التوصيات. انطلاقا من تلك اللحظة ولدت شراكة متينة بين فاعلين أساسيين لقيادة مسار وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهما وزارة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتعاون أساسا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، وكذلك مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي للسيديو ومشاركة المجتمع المدني. في 2 جويلية 2012 انطلاقا من توصيات ورشة مارس 2012 تم الإعلان على خارطة طريق لمقاومة الفساد. ثم في 9 ديسمبر 2012 تم الإعلان عن الرؤية الاستراتيجية لمكافحة الفساد والأركان الأساسية الستة الاستراتيجية تحت قبة المجلس التأسيسي وبحضور الرؤساء الثلاثة. السؤال الرابع، ما هو مسار وضع الاستراتيجية؟ لقد انطلقت الاستراتيجية من تشخيص عام لواقع الفساد في تونس وتحديد لنقاط القوة والضعف في المنظومات الإدارية والقانونية والمؤسساتية والاجتماعية. انطلاقا من ذلك التشخيص تم ضبط الاهداف الاستراتيجيه التي سنعمل على تحقيقها والاليات الواجب استعمالها ورزنامه متعدده الابعاد، اي افقيه من ناحيه وقطاعيه من ناحيه ثانيه ومتعدده المستويات من حيث زمنيه الانجاز من جهه ثالثه قصير المدى، متوسط المدى وبعيد المدى. ثم تم تاليف لجنه قياده للإشراف على أعداد استراتيجية تحت إشراف كل من وزارة الحوكمة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبمشاركة المجتمع المدني. ثم تم تكليف لجنة صياغة لإعداد الاستراتيجية تحت عمل إشراف لجنة القيادة بمساعدة خبراء دوليين في مكافحة الفساد. السؤال الخامس، هل على ماذا ركزت الاستراتيجية؟ ركزت الاستراتيجية أساساً على المسألة ستة محاور، وهي وضع منظومة وطنية للنزاهة، إنفاذ القانون، تعزيز وسائل الوقاية من الفساد والحوكمة، رفع مستوى الوعي والتثقيف والتكوين والتربية، دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ثم دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام والاقتصاد. سادس سؤال، ماذا فعلت الوزارة عندما كانت بصدد إعداد استراتيجية؟ لم تنتظر الوزارة الانتهاء من الاستراتيجية لكي تقاوم الفساد، بل قامت بأكثر من 20 إنجاز في ظرف سنة ونصف بفريق يتكون من 10 أشخاص، من بينهم الوزير وديوانه في ظروف إدارية صعبة. ظل ذلك الإصلاح الإداري منذ جوان 2013 لنصبح العدد الجملي 40 فرد في هذه الوزارة. ما هي هذه الإنجازات؟ تخص منها الحوكمة الرشيدة، أحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المجمع القضائي المختص في الجرائم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل، وضع مدونة سلوك للموظف العمومي، وتطوير القوانين المتعلقة بمقاومة الفساد بصدد الإنجاز، 4 مشاريع، تصريح بالمكاسب، قانون يتعلق بتجريم الكسب الغير المشروع، قانون يتعلق بحماية المبلغين للفساد وغسل الأموال والشهود عليه والعاملين في مقاومته، والقانون الرابع يتعلق بضبط الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد. كذلك المجلس الأعلى للتصدي واسترداد الأموال ممتلكة الدولة والتصرف فيها، تطوير حوكمة منظومة الصفقات العمومية مع مصالح الكاتب العام للحكومة، مراجعة المنظومة الرقابية في القطاع العمومي، تعزيز النظام الوطني للنزاهة، التكوين في مجال الحوكمة بالأكاديمية في برلين، التعاون الدولي وتبادل المعايير الدولية في مجال الحوكمة، وامضينا على العديد من الاتفاقيات. تنظيم المؤتمر العالمي للشفافية الدولية 16 لسنة 2013-14، العمل على إحداث منظومة سلامتية متطورة بالتعامل مع وزارة الدفاع والداخلية والديوانة، تكريس الشفافية في دعم الأحزاب السياسية والانتخابات، إحداث الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالتعاون مع دولة ألمانيا الاتحادية،
وفي مجال الحوكمة المفتوحة مشروع قانون النفاذ للمعلومة، وقد تقدمت تونس بطلب انضمامها إلى اللوجيك في أوبن جوب بارتنرشيب في قمة بلدان قمة الحوكمة المفتوحة في لندن الأخيرة. والسؤال الأخير، أين وصلنا في الاستراتيجية؟ لقد توفقنا رغم الصعوبات بتضافر جهود الجميع إلى وضع النسخة الأولية المختصرة للاستراتيجية التي سنعلن عنها يوم 9 ديسمبر القادم، ونحن ننتظر منكم خلال هذه الندوة توضيح الصورة أكثر، وخاصة حول انخراطنا جميعا من إدارة وحكومة ومؤسسات ومجتمع مدني وأعلام في مكافحة الفساد لمزيد ضمانا للنجاعة والقوة في هذه المقاومة. وختاما أرحب بكم مجددا وأؤكد لكم عزمنا الأخذ بعين الاعتبار لجميع مقترحاتكم تلبية لأهم مطالب الشعب التونسي فيما يخص ضرورة القضاء على ظاهرة الرشد والفساد. وأشكركم وشكري خاص لكل من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.